مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الخميس 10/11/22. الحقيقه انه زمان كان البحث العلمي ربما في مصر كان متاخر جدا، وضيفتنا النهارده لطالما دار بيننا الحوار امام الكاميرات وامام حضراتكم عن تاخر هذا الملف وعن عدم الاهتمام من الدولة بهذا الملف، لأنه البحث العلمي مكلف ولأنه ما كناش بنشعر أنه مسؤوليتنا أن احنا نبتكر. ربما كان لدينا مسؤولين يركنون لفكرة أنه خلاص ما احنا بنجيب من بره، وما كانش عندنا هذا الطموح إلا في عقل وقلب ثلة من أساتذة الجامعات أو مجموعة من العلماء اللي كانوا بيتمنوا ان الدولة تمد لهم ايد العون علشان تاخد منهم اللي هي تستحقه. كانوا بيشعروا ان الدولة صرفت عليهم وقدمت لهم مشوار طويل، وزمان كان التعليم مجاني تماما من الاول للاخر، والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدرجات العلمية، ولكن لم تستفد بعلومهم كما ينبغي ان يحدث. كانوا بيشعروا إن المشروعات اللي بيقدموها والابتكارات والمقالات اللي بيسعوا هم بأنفسهم مش الدولة عشان ينشروها في الدوريات العلمية المحكمة دوليا والمعروفة من المجلات العلمية، كانوا بيشعروا إن الدولة مش عايز أقول بتنظر لها باستهانة، لكن لا علاقة أبدا بين طريقة تسييس الأمور في البلد ومستقبل الوطن وما يفعلون. ودي طبعا كانت كارثة، وكنا دائما بنتمنى أن يكون هؤلاء هم نجوم المجتمع، وكنا ننادي أن هؤلاء هم من يجب أن يكونوا ليل نهار في وسائل الإعلام لتوعية المواطن المصري بعدة أمور. أولا، أهمية العلم في حياتنا وليس الفهلوة. ما نعملش إعلان نقول على قد ما إيدك تعرف تهبش وتكبش على قد ما تاخد، لا، نعمل إعلان نقول على قد ما تدرس وتتعب على قد ما توصل. ما نعملش إعلان ولا نسمح بإعلان كرقابة من الدولة، إعلان بيقول فلان ده تعب وقعد 20 سنة يذاكر لغاية لما بقى دكتور واشتغل 30 سنة زيهم عشان يجيب العربية الفلانية، وفلان هوب كسبها في رقم مش عارف ملزوق على ايه وتخربش فبقى عنده نفس العربية. ايه اللي يخليك بقى تتعب وليه تدفع أكتر؟ ايه ده؟ احنا كنا في ثقافة من استمرار آثار سلبية وسلوكيات مدمرة ومخربة للنفسية المصرية منذ عهد الانفتاح المأسوف عليه اللي فتح كل شيء حتى الأخلاق. الآن ومنذ حوالي 8 سنين تقريبا بدأت الدولة تصحو وتتنبه لأهمية البحث العلمي، وأن هذا هو ما نستطيع أن نقدمه للبشرية في المستقبل، وأن هذا ما يجب أن نقدمه. مش هقول نتركه، لا، ده احنا نبتدي فيه ونستمر وأولادنا يوصلوا الأجيال ببعض. بدأت مبادرات الشباب، بدأت مشروعات التخرج يكون في ربط بينها وبين سوق العمل، بدأت الأبحاث تجد دورها بتشجيع من الدولة للدوريات العلمية، بدأت المؤتمرات، بدأت المصانع الكبيرة وتوجيه سوق العمل إنه يتبنى هذه الابتكارات وهذه المشروعات لكيما تصير حقيقة على أرض الواقع. كل مهندس وكل دكتور وكل خريج لعلوم أو كليات عملية أخرى كان يتمنى أن يؤخذ بمشروعه، والسنين اللي قضاها في البحث العلمي ما يكونش نتيجتها بس أن يمنح شهادة، ولكن أن يضع لبنة في جدار الوطن ليعلو ويعلو دائما. الحقيقة البحث العلمي موضوع دلوقتي على طاولة النقاش من أجل تغيرات المناخ. هل يستطيع البحث العلمي أن يكافح التغيرات المناخية المدمرة؟ هل يستطيع أن يقلل من درجة حرارة الأرض؟ هل يستطيع أن يقي البشرية في هذا الكوكب من شر الزلازل والفيضانات والتسونامي وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة وفوضى المناخ التي أصبحت سنة في كثير من الدول؟ ربما هذه الأسئلة مجتمعة أو بعضها نستطيع أن نحصل على إجابات لها من أستاذتنا اللي بتشرف جدا وبسعد لما بتنورنا، الأستاذة الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق. وطبعا دكتورة نادية في مركز البحوث كان ليها يعني باع طويل، أنا ما بعترفش بفكرة أنه وزير سابق دي يعني هو اللقب العلمي، لا ده هي أستاذة عظيمة وباحثة عظيمة لطالما أفادت الوطن، وهي من أكثر من سعدوا باهتمام الدولة بالبحث العلمي مؤخرا، سواء في فكرة التبرع بالبلازما، سواء في فكرة الأبحاث الجينية، سواء في فكرة خرائط الجينوم، سواء في فكرة أبحاث المناخ. النهارده هتكون معانا دكتورة نادية في استوديو مساء الخير وهتنورنا بعلمها الكبير. أكيد هناخد أخبار كوب 27 في يومه الخامس. معروف أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد الانتخابات التجديد النصفي للكونجرس بغرفتيه الشيوخ والنواب، بيأتي جو بايدن ليلحق بركب كوب 27 بالقاهرة. ووسائل الإعلام الأمريكي كلها الحقيقة اهتمت وأبرزت اللقاء المرتقب بين جو بايدن وعبد الفتاح السيسي غدا الجمعة، وركزت على هذه اللحظات في تغطياتها لمؤتمر كوب 27، وأنها زيارة مرتقبة وشديدة الأهمية للمشاركة في قمة المناخ. أيضا ركزت على حصد مصر لمكاسب كبيرة خلال قمة المناخ، وده اللي بقالنا يومين بنكلم حضراتكم فيه، المكاسب السياسية والمكاسب الاقتصادية والمكاسب الدولية والاستراتيجية، وكون مصر محور للسياسة الدولية، محور لتصدير الطاقة، محور لتداول الغاز وأشياء أخرى، وكلها نحتاجها ليس فقط نحن ولكن العالم كله ينتظر من مصر أداء هذا الدور. وأبرزت أيضا وسائل الإعلام الأمريكية توقيع مصر لاتفاقيات شراكة في قطاعات الماء والغذاء والطاقة لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. يا رب بس تكمل على خير، ما يقعدوش يعدوا علينا لغاية لما نلاقي الحكاية إيه أرقام وبعد كده لا قدر الله. النهاردة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في شرم الشيخ السيدة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق لها على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. نانسي بيلوسي تؤكد تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسره. الأستاذ أبو بكر الديب المحلل السياسي والاقتصادي، مساء الخير يا فندم. خير أستاذ إيهاب وعلى مشاهديك الكرام. يعني هذا الظهور البارز والمكثف للسياسة الأمريكية على صعيد كوب 27، كيف تصفه باستقبال نانسي بيلوسي اليوم والتحضير لاستقبال الرئيس أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن غدا؟ في الحقيقة يعني مصر تحولت خلال الأيام القليلة الماضية إلى قبلة عالمية تستقبل يعني جميع زعماء العالم ورؤساء الحكومات ومنظمات يعني رجال الأعمال والمعنيين يعني البيئة والمناخ وهيئات الأمم المتحدة، كلها يعني قادة العالم، يعني إذا جاز التعبير العالم كله في شرم الشيخ مدينة السلام، تلك المدينة يعني النابضة بالحياة بالحياة يعني العظمة، تستقبل قادة العالم لكي يعني تعمل على قضية واحدة، وهي أن مصر تقود الجهود العالمية لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية وانبعاثات الكربون وغير ذلك. ده حدث مهم ومهم للغاية، طبعا أبرز الحضور الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي ورئيسة مجلس النواب وكذلك الكونغرس الأمريكي، وكذلك على فكرة وفد كبير جدا من أهل السياسة والاقتصاد والمعنيين بالمناخ من الولايات المتحدة على وجه الخصوص. لكن اسمح لي أستاذ أبو بكر، تعودنا أن يكون لحراك الرؤساء الكبار والقادة الكبار يكون له مردود اقتصادي، ربما في الفترة الأخيرة تعودت الناس على أنه حراك الرئيس الأمريكي أيا كان اسمه بيكون للأخذ مش للعطاء، لكن احنا ندعو ومجيء بايدن وبيلوسي والوفد الكبير المرافق اللي كان في جزء مهم منه قبل ما ييجوا في انتظار مساهمة أمريكا القوية اللي هيعلن عنها جو بايدن في صندوق الكربون، في مكافحة التغيرات المناخية، في تسديد معاهدة اتفاق باريس. تصور حضرتك ايه لهذه النقطة؟ ليس هذا فحسب، ازيدك من الشعر بيتا، ان كل قمم المناخ السابقة كانت فيها وعود بالمليارات. الان في قمة المناخ المصرية في شرم الشيخ هي قمة تنفيذ الوعود، كما قال الرئيس السيسي في بداية تنفيذ الوعود. الآن نحن نقف وقفة مع العالم كله بأنه حان الوقت للعمل وليس للوعود والكلام مثل ما كان يقال من قبل. مصر لعبت دورا كبيرا جدا في موضوع التغييرات المناخية، ولذا يأتي إليها قادة العالم مقتنعين بدورها الهام خلال السنوات الماضية، ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي الهام. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في كل المؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالمناخ، مؤتمر باريس وغير ذلك، ودعا العالم للنظر إلى القارة الإفريقية وجلاسكو وكوبنهاجن قبلها وكله فعلا. نعم، وكان في كل مرة على فكرة لا يحمل الهموم المصرية فقط، وإنما كان طبعا يعمل محاميا للقارة الإفريقية. لكن حضرتك يا أستاذ أبو بكر تتصور أنه الزيارة الأولى لجو بايدن لمصر وزيارة نانسي بيلوسي طبعا مش أول مرة، لكن هذا التوجه السياسي الكبير لمصر، وحضرتك تفضلت أن في وفد من الكونجرس ووفد من السيناتس، بتتصور هل يبلور سياسة جديدة من أمريكا تجاه مصر وتجاه سياستها وتجاه الملفات اللي ممكن تتم مناقشتها في اللقاءات الثنائية بين السيد الرئيس وهذه الشخصيات الكبيرة في العالم؟ أولا مصر دولة محورية كبيرة في المنطقة، وتمسك بيدها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ولا يمكن حل أي قضية عالقة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام دون الرضا المصري والتعامل مع الدولة المصرية. من هذا المنطلق تتحرك مصر، ومن هذا المنطلق يأتي الرؤساء الأمريكيين والمسؤولين الأمريكيين للتعامل مع مصر. هم يعلمون جيدا أن مفتاح منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والقارة الإفريقية في يد مصر، لذا عندما يأتون إلى مصر يأتون إليها بمبدأ الندية ومبدأ الاستقلالية ومبدأ القرار السيادي المصري، لذلك يأتون إليها يتفاوضون لمصالحهم ومصالح الدولة المصرية توضع على الطاولة، ومن هذا المنطلق يتم التفاوض عبر مفاوضات ندية بين دولة كبرى في المنطقة ودولة طبعا كبرى في العالم تحكم العالم زي الولايات المتحدة. بشكرك جدا يا فندم أستاذ أبو بكر الديب، المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. نقل مع حضراتكم لقمة المناخ ومواصلة فعالياتها لليوم الخامس على التوالي، كوب 27. النهارده كان فيه 9 جلسات علميه في يوم العلم، ويمكن عشان كده بتشرفنا النهارده الاستاذه الدكتوره نادية زخاري لمواكبه الانشطه التي تناقش يوم بيوم. امبارح كان معانا خبير اقتصادي لان كان في جلسات، اليوم كان اسمه يوم التمويل، وهكذا كل يوم بيبقى عندنا الضيف المناسب لاكثر ما يتم تداوله في فعاليات اليوم. تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ده برضو كان مطروح في جلسات النهاردة. نتائج أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بتسلط الضوء على التطورات الحديثة في علم المناخ بما فيها الآثار المحتملة لتغير المناخ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والمجتمعات البشرية على المستوى العالمي والإقليمي، بمعنى أنه يعني ماذا تفعل تغيرات المناخ في عالم الحيوان، في عالم البيئة، في عالم الجيولوجيا، في عالم النبات. طيب احنا معانا دكتور غادة جابر الباحثة في العلوم السياسية عبر زوم من شرم الشيخ. مساء الخير يا دكتور. طيب خلينا نحاول نوصل لأفضل صوت وصورة عند دكتورة غادة، واحنا ما زلنا طبعا مع مؤتمر المناخ. الرئيس السيسي يقود ماراثون دراجات فجر اليوم بشرم الشيخ لتفقد المناطق الصديقة للبيئة. جولة تفقدية كانت بالدراجة في مدينة شرم الشيخ، خلالها تفقد الرئيس المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة اللي بتشهد عدد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ، والتقى بعدد من الشباب زي ما الصور والفيديو اللي هنشوفه مع بعض بيوضح، وعدد من الأجانب المشاركين في القمة. تعالوا نشوف الفيديو الصغير ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. المكان اللي احنا فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها اكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع، ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوه نفسها من الكرتون معدة تصنيعه، يعني مع البيئه يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنيه اللي معموله فيه معموله من مواد معاد تدويرها. بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجوده بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعيه. عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدره، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدره ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المره دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. فضلا فور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم انشانا غرفه عمليات مركزيه لاداره مؤتمر المناخ مكونه من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع اجنبي و800 متطوع مصريين من فئات مختلفه. الغرفه يا فندم هي اللي امام حضرتك، الخيمه اللي لونها ابيض، بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقه الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتاريه الامم المتحده، المنطقه الخضراء اللي سيادتك بتشرفنا فيها النهارده، بندير كمان مطار القاهره ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان ان شاء الله المراسم النهارده. صباح الخير. صباح الخير. شركة بدل للدرجات الحرارية، شركة مصرية، بنقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش ما فيهاش اي كهرباء. احنا شركة مصرية مؤسسة شباب مصريين، بنحاول نحل جزء في شبكة المواصلات وهو الجزء الخاص بالمشاوير القصيرة اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنه دي باكثر من نص مليون رحله واكثر من 300,000 عميل، وبشكر حضرتك جدا على الدفعه الاولانيه اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر افريقيا والشركات الناشئه ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل كهرباء لفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخيه. عدينا على ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقه بتغير المناخ. المدى بتاعها قد ايه؟ حوالي 200 كيلو تقريبا. كنا بنكلمكم خلال 5 أيام الماضية عن أنه السيد الرئيس طبعا كان في المنطقة الزرقاء مع كل الوفود الرسمية اللي بتشرف عليها الأمم المتحدة. النهاردة قبل كده قلنا لكم المنطقة الخضراء مليانة بقى مشاريع، النهاردة سيادة الرئيس فضل أنه هو يلتقي بالشباب اللي موجودين في المنطقة الخضراء أو بعضهم ويقود هذا الماراثون زي ما انتم شايفين، ويتعرف على الشركات الشبابية صديقة البيئة، منتجاتها. هي حاجة لطيفة جدا. ممكن حتى نخلي الفيديو معانا واحنا بنستضيف دكتور غادة جابر الباحث في العلوم السياسية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى كل جمهور الميسات. اهلا بيك يا دكتور. يعني حضرتك حضرتي بعض الفعاليات او تابعتي بعض الفعاليات، يا ريت تطلعينا على اهمها النهارده في اليوم الخامس لكوب 27. طبعا واحنا في مدينه شرم الشيخ ارض السلام ومؤخرا المدينه الخضراء الاولى في الشرق الاوسط. أيوة. الحقيقه احنا بنشوف فعاليات في منتهى الجمال الحقيقه والروعه، وبتدعو للفخر ان الاحتفالات دي والمؤتمرات دي بتقام على ارض الدوله المصريه. النهارده في المنطقه الخضراء الجرين زون يعني كان العديد من الفعاليات والمبادرات الشبابيه والعديد من تمثيل الوزارات المختلفه داخل المنطقه الخضراء، بجانب زياره سياده الرئيس اليوم وقيام الماراثون الرياضي الذي شاهدناه جميعا. يعني الحقيقه كل ما بين وقت والتاني بيكون فيه حدث جميل جدا بيأثر كل المصريين وكل العالم في مختلف ارجائه، ان كل هذه المبادرات والفعاليات القويه بتقام على ارض مدينه شرم الشيخ. هناك ايضا المنطقه الزرقاء وما يقام بها من فعاليات للزعماء وقاده دول العالم من اجل الوصول الى حل. فعلا الانترنت ممكن يكون فيه مشكله عند دكتور غادة. على العموم انا كنت برضو هسألها عن رايها في التوجه السياسي الامريكي تجاه مصر ووجود جو بايدن غدا في اول زياره رسميه للرئيس الامريكي جو بايدن، ومع كمان رئيس مجلس النواب. وانتم عارفين بقى مواقفهم في الفتره الاخيره، مش هكلمكم عنها، تجاه اكتر من قضيه يعني. فكنا عايزين نشوف ما هو الثوب الذي سيظهر به السياسي الامريكي في كوب 27. دكتوره غاده، دكتوره غاده، الو دكتور غاده، الو سامعاني؟ ايوه سامعاك، بس ما سمعتيش السؤال. الو الو ايوه فندم. بقول لك كنت عايز اعرف راي حضرتك في الشكل السياسي الامريكي القادم الينا غدا لاول مره، في شخص الرئيس الامريكي جو بايدن اللي بيزور مصر لاول مره، نانسي بيلوسي وهي جت قبل كده كذا مره، لكن ايه هل يعني ملف مصر في السياسه الامريكيه سيتغير التعامل معه والتوجه اليه استثماريا و بناء على هذه الزياره، ولا ايه توقعاتك؟ هل هي مجرد زياره اجرائيه لحضور كوب 27 زي ما الزعماء مثلا بيروحوا يحضروا قمم الامم المتحده ويروحوا ما فيش حاجه ثنائيه؟ لا، اعتقد هذه الزياره لم تكن مجرد زياره عاديه او اجرائيه، وخاصه ان الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه، ونحن نعلم جميعا منذ توليه رئاسه الولايات المتحده الامريكيه وهو لديه عزوف عن الشرق الاوسط عموما. بالزبط. وكانت زيارته الاولى للمملكه العربيه السعوديه عندما اطلقت قمه جده. فاعتقد الزياره الاولى لمصر ايضا سوف يكون لها اثر، وسوف يكون لها ابعاد سياسيه واقتصاديه والعديد من الابعاد التي بتهدف اليها غالبا الزيارات ما بين قاده وزعماء دول العالم. وخاصه ونحن في مؤتمر الكوب 27 والذي بيشهد استضافه زعماء وقاده العالم من مختلف ارجائه، فهو دليل على ان مصر اصبحت بمثابه مناره ومحور اساسي في الشرق الاوسط وكمان في القاره الافريقيه، القاره السمراء. وعادة ودائما بنرى الرئيس السيسي بيشهد أن يكون متضامنا مع جميع القضايا العربية وقضايا الدول في القارة الأفريقية. فزيارة الرئيس جو بايدن للدولة المصرية في ظل هذه الظروف وفي ظل هذا الزخم والسيولة السياسية ما بين الدول العربية ودول العالم، أعتقد سوف يكون لها أثر وبعد سياسي. وزيارته الأولى لمصر في قمة المناخ، قمة الأطراف للأمم المتحدة الكوب 27، لها اعتراف موثق من رئيس الولايات المتحده الامريكيه ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي ان ما يقام على ارض مصر لم يكن مجرد إجراء عاديا، وخاصة أن هذه القمة تحمل عنوان قمة التنفيذ. يعني نحن الآن الانتقال من التعهدات للتنفيذ. طب خليني أسأل حضرتك، أهم ما لفت نظرك في محادثات يوم العلم في 9 جلسات النهاردة، يعني ماذا يستطيع العلم أن يقدم في المرحلة القادمة في هذا التجمع الكبير؟ يعني يقدم الكثير طبعا، وخاصة في قمة المناخ وما يثار من العلماء وما يقدم من مبادرات، فهو يقام على أسس علمية. يعني يقام على أسس علمية بحتة، والتطوير الدائم في هذا المجال العلمي له أثر كبير على قضية التي نحن بصددها وهي تغير المناخ. يوم العلم شهد الكثير من المبادرات ومن يعني أطلق العديد من المبادرات التي من شأنها التطوير من أجل مواجهة تغير المناخ ومن أجل الحفاظ على موارد الطبيعية والوصول إلى الاستدامة. ونحن نشهد هذا في مصر أيضا في المراحل المختلفة لتطوير التعليم في مصر، وأن يكون هناك تعلم ليس تعليم من أجل مواجهة التغير الدائم في العالم عامة، سواء في الموارد الطبيعية أو التكنولوجية أو السياسية والعسكرية والاجتماعية. فالتعلم والعلم دائما له مراحل تطوير مختلفة، وأعتقد أن الدولة المصرية بالأخص في الشرق الأوسط والدول الإفريقية بتمشي على خطى ثابتة في هذا الملف. بشكرك جدا دكتور غادة جابر، الباحثة في العلوم السياسية، كانت معنا عبر زوم وعبر التليفون من شرم الشيخ. أروح مع حضراتكم لتفقد السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس للمنطقة الخضراء الخاصة بالدولة المضيفة اللي هي مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. تفقدت عدد من الأجنحة الخاصة للهيئات والوزارات برفقة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي كان افتتح المنطقة الخضراء اللي هتشهد عدد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد مؤتمر المناخ. وهذا الافتتاح كان بيرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين مع بدء فعاليات كوب 27 اللي بتستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ. يعني الحقيقة تمنيت أن أرى بعض الأنشطة في المنطقة الخضراء، لأنه طبعا كل الوفود الرسمية وكل الأجانب اللي موجودين في المنطقة الزرقاء اللي بتشرف عليها الأمم المتحدة لهم الحق في التجول ودخول المنطقة الخضراء بدون كارنيه خاص زي اللي مطلوب يتعمل للآخرين طالما معاهم كارنيه الأمم المتحدة. نروح لفاصل قصير ونرجع مع حضراتكم.